بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا في الدنيا والآخرة يا رب الأنام. أما بعد، السلام عليكم والله ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمنين؟ لو الأمر مش وجدهم أنت تو في تونس آمن بالنسبة لرأيك وتقديراتك في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. معناها شوف الخيرات كلها، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اعتناءاتكم كلها في البذخ وفي الأبهة وفي التمتع بكل ألوان التمتع، المأكولات، مشروبات، ملبوسات، خليلات، خائنات، وهلو مشر. فاتقوا الله واطيعوا، عودها للي راسهم كاسح. وعلى نعرفه اللي فهمنا عليه اللي زايد ما لا يحس ولا يمس، ما يمس حتى حقيقة ولا يحس حتى شيء قادم عليه، ولا مسكر تماما زكرة، ما عادش نضيعوا وقتا معاه إلا فما حاجة قوموا بالدعاء له، إن شاء الله ربي يقبل منا إن شاء الله. نعود إن شاء الله تعالى.